أنا الدكتور خالد عبد العزيز، استشاري علاج الأورام بتبع عين شمس. أنا بكلمكم النهاردة عشان صحتكم تهمنا وعشان المحنة دي تعدي. المرضى بتوعنا بنقدر نقسمهم لكذا مجموعة. في مرضى ماشية على متابعة، خلصوا علاجهم من فترة طويلة وبالتالي بيمشوا على متابعة دورية. هذه المتابعات ان احنا ممكن نقدر نأجلها فترة شهر شهرين بدون اي تأثير على المرض ولا خوف على مرضانا، بالعكس احنا هنحميهم من نزولهم في المستشفيات ومراكز الأشعة الفترة دي وتعرضهم لمرضى اخرين. في مرضى بياخدوا علاج دلوقتي، علاج كيماوي او علاج موجه او علاج هرموني، يفضل ان احنا نحاول نتواصل مع الطبيب المعالج ونتناقش معاه امكانية تحويل العلاج الكيماوي الى علاج اقراص او علاج موجه اقراص. المجموعة الثالثة من المرضى هو مرضى مش هينفع نغير بروتوكول كل العلاج بتاعهم لأنه مهم اليوم حاليا وممكن يؤدي إلى الشفاء إن شاء الله، وبالتالي هذه المجموعة لازم تاخد الاحتياطات اللازمة فترة العلاج. لما بينزلوا المستشفى يلبسوا ماسك وهم نازلين وهم داخلين المستشفى، ياخدوا احتياطات غسل اليدين، كل الاحتياطات اللي هي وتتداول حاليا من وزارة الصحة ومن منظمة الصحة العالمية. المجموعة الأخيرة من المرضى هم ناس ممكن يحصل لهم مضاعفات من العلاج، يجي لهم شوية سخونية. مهم جدا ان احنا نتواصل مع الطبيب المعالج عشان نبلغه عن كل الأعراض اللي عندنا وناخد كل الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال اي عدوى من او إلى هذا المريض. ما ننساش نغسل يدينا ونحافظ على التباعد الاجتماعي علشان صحتك تهمنا. احمي نفسك، احمي بيتك، احمي بلدك.